السلام عليكم ورحمة الله. اليوم بشترككم بالرسالة الأسبوعية الجمعة هذه، اللي هي باش تكون على الاستمرارية. الاستمرارية اللي هي عنصر أساسي من عناصر النجاح، واللي برشا عباد رغم مؤهلاتهم رغم رغبتهم في النجاح رغم أنه عندهم برشا ظروف مواتية باش ينجحوا، لكن للأسف الشديد النقطة هذه هي سبب تعطيلهم وتأخير النتائج معاهم. الاستمرارية شنو نقصد به؟ نقصد أنه في اي خدمه وسبيسيالمون في خدمتنا نحن من الافضل انك تعمل معناتها انشطه يوميه على انك تعمل نشاط كل مده معينه. ناخذ اكزامبل بسيط، انا بالنسبه لي كان تخدم يوميا ساعه في خدمتنا بانتظام، وكل يوم في الساعه ذيك يكون عندك جزء معين من الانشطه يلزمك تعمله، خير ألف مره من انك في يوم برك في الاسبوع تعمل 14 ساعة أو 15 ساعة ولا حتى 20 ساعة خدمة وباقي الأسبوع تقعد راقد. فرق كبير في النتائج، فرق كبير في اللي بيصير معاك إذا أنت كنت ملتزم باستمرارية عمل يومي أو نهار بعد نهار. المفيد إنه إنك أنت تكون منضبط في 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 في, في الأنشطة بتاعك، يعني عارف ايش تعمل كيفاش تعمل كل يوم او كل نهارين او حتى كل 3 ايام عندك انشطه تعمل فيها، خير برشا برشا من انك تخدم مره في الجمعه مره في الشهر وزعما زعما انت اعطيت الماكسيموم نتاعك وعملت مجهودك واجتهدت. انا اقول لك انه لا وجه للمقارنه. ونعطيك مثال بسيط، تصور انت اليوم حليت حانوت عطار ولا حماس ولا تحباري، انت نهار تحل نهار ما تحلش، ويكون حانوت نتاعك مزيان وفيه السلعه المطلوبه الكل. العباد بصفه عامه اذا جيك من الاول ومن بعد تعود بانك انت نهار مسكر ونهار محلول باش ينحيك من قائمه، العباد يخمم فيهم كيف باش يجي يشري اي برودوي، على خاطر كي يجي باش يمشي يخرج باش يمشي يقضي باش يقول فلان انت ماهو ديما مسكر علاش باش نمشي له. شوف هذا مثل بسيط على الاخر رغم انه بعيد على الدومين بتاعك، لكن يوريك انه اذا انت تعاملت مع الخدمه هذه كعمل ثانوي فهي باش تتعامل معاك بنفس الطريقه، باش تكون ثانوي بالنسبه لها. عمل اضافي، عمل اضافي شو معناتها عمل اضافي؟ معناتها انك انت تخدم فيها بالتزام اللي باش تخدم به في خدمتك، تعطيها نفس القيمه نفس التركيز، جوست شنو باش يكون انك الوقت اللي باش تعطيه الخدمه نتاعنا باش يكون اقل برشا من اي خدمه اخرى. انا ما نتصورش انك انت في خدمتك كسوة انت موظف ولا عندك مشروعك الخاص او تقرا، فهمتي، انك انت باش تجي نهار باش تغيب من الخدمه نتاعك ولا من القرايه نتاعك وباش تواصل في العمليه هذه، معناتها كل يوم انت غايب، كل يوم انت متخلف، كل يوم انت جاي روتار. ما نتصورش انك انت باش تنجم تقدم وتنجح في الخدمه نتاعك او في قرايتك. هذا ما نحكيش على انك انت معناتها باش تتعاقب وباش تلقى روحك معناتها ممكن حتى الشهريه بتاعك باش تنقص مخلفات هذا الكل. هنا نحب نقول لك انه احترم الخدمه حتى حق، مانيش قاعد نقول لك انك باش تحطها من اولوياتك وانك انت يعني باش تطبق على كل شيء. انا قاعد نطلب منك حاجه بسيطه على الاخر، انك تعطيها وقت، انك تلتزم بوقت، انك يوميا تعطيها اللي تنجم تعطيه من الوقت، ساعتين ثلاثه اذا اكثر حبذا، اما على الاقل اعطيها المينيموم باش كيكا تنجم تقدم. راهو غير هكا ما تنجمش تقدم، راهو مستحيل باش تقدم، على خاطر انت عندك هدف تحب توصل له، خاطر تحب تنجح. دونك اذا انت ماكش مهتم بالموضوع او بالنسبه لك كما قلت لك حاجه ثانويه، كلامي ماش عنده حتى معنى معك. لكن اذا انت تحب تستغل الفرصه كعمل اساسي او كعمل اضافي، فالاستمراريه راهي حاجه ضروريه ما نجموش نختلفوا فيها. وانا نعرف برشا عباد برشا عباد والله ظالمين روحهم انهم نقصهم الاستمراريه فقط، نعرفهم مليح ونعرف شنو نجم يعملوا، نعرف خبراتهم بصراحه معناتها مدمرين رواحهم بعدم الاستمراريه، ومتاكد انهم عارفين الحكايه هذه.
لكن ما خذوش القرار بانه يرفعوا من مستوى الانضباط والالتزام في النقطه هذه بالذات. فانا اليوم نحب نقول لكم نظم روحك، اعطي الخدمه دي حقها باش تنجح. السلام عليكم ورحمه الله.